ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد الرشيد غانم، منسق مكون الألبان بوزارة الزراعة. دكتور عبد الرشيد، الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة وأيضا تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة. هل لك أن تبرز لنا جهود الدولة في هذا الشأن؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا فخامة الرئيس أعطى تعليمات لوزارة الزراعة منذ العام 2020، ووزارة الزراعة مستمرة في جهودها نحو تحقيق الهدف وتحقيق التكلفات. عودة إلى اجتماع فخامة الرئيس اليوم، فخامة الرئيس وجه بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان. احنا لحد الآن طورنا 225 مركز تجميع ألبان، إضافة إلى إنشاء 46 مركز تجميع ألبان بقرى ومحافظات حياة كريمة. القصد من تطوير مراكز تجميع الألبان هو إن احنا إتاحة إنتاج كوب لبن آمن للمواطن المصري، ومن ثم دخوله برضو دخول هذا المنتج في مراحل التصدير عند توفر الجودة العالمية. التوجيهات طبعا زي حضرتك ما ذكرت في الخبر، ان احنا بنوفر وسائل الاختبارات المعملية. وسائل الاختبارات المعملية القصد منها حاجتين. القصد منها رقم واحد هي في المقام الأول الحفاظ على صحة المواطن وحمايته من الأمراض التي تنتقل من خلال اللبن إلى الإنسان. ده بيتم إزاي؟ بيتم حضرتك من خلال توفير خدمات إن إحنا نفحص الحيوان المنتج للبن لضمان خلوه من الأمراض المشتركة. زائد إن إحنا بنوفر إيه تاني؟ بنوفر أعمال وقائية للحيوان تقيه من إصابته بالأمراض اللي تؤثر على إنتاجيته من الألبان. إضافة إلى أيضا إلى إن إحنا بنكشف مبكر عن الأمراض لمنع حدوثها، وبذلك إن إحنا بنقلل إيه؟ بنقلل التكاليف وبنعمل قيمة مضافة. مع إن إحنا بنوفر التلقيح الاصطناعي للحيوانات المنتجة للألبان، وهذه الحيوانات طبعا بتورد لمراكز تجميع الألبان. نعم. بنوفر عمليات التلقيح الاصطناعي بشأن تحسين السلالات الناتجة من هذه الايه من هذه المواليد، علشان برضو نزود الانتاجية. لكن برضو عشان عودة تاني للخبر والتركيز عليه، احنا عندنا في مصر الثروة الحيوانية بتاعتنا كلها 3.8 من 10 مليون، منهم 1.1 من 10 مليون ذكور و 2.7 من 10 مليون إناث، اللي هي أبقار وجاموس. نعم. الإناث هي منتجة للبن 2.7 من 10. من ال 2.7 من 10 دول عندي فقط 5% حيوانات عالية الإنتاجية. وعلى ذلك كان توجيه فخامة الرئيس إن إحنا نضغط بقوة خلال هذه الأيام والأيام المقبلة بشأن تحسين السلالات وإتاحة سلالات عالية الإنتاجية للمربين سواء الصغار أو متوسطي التربية، على أساس إن إحنا نعمل قيمة مضافة ونزود عملية في الإنتاج بتاع الألباب. نعم. لأن إحنا عندنا اللي هو السلالة المحلية ضعيفة الإنتاجية، لن يتأتى ذلك إلا من خلال استيراد سلالات عالية الإنتاجية متناسبة مع الظروف المناخية والظروف اللي هي لدى المربي الصغير والمربي المتوسط. نعم. وأيضا وسائل الاختبارات المعملية التي ذكرتها. وسائل الاختبارات المعملية احنا بنوفر في كل مركز تجميع ألبان معمل صغير يتيح فحوص الألبان بما يضمن خلوه من الأمراض التي تنتقل لإيه؟ للإنسان المستهلك للبن. ومن ثم ان هو عند قبول واستيفاء اللبن المورد للمركز للاشتراطات بيقبل. اذا كان غير مستوفي لهذه الاشتراطات يتم رفض ايه؟ يتم رفض اللبن. نعم. ده بيتم طبعا بدءا من الحظيره اللي فيها الحيوان
بنفحص هناك زائد مركز التجميع الألبان نفس الكلام. أيضا الرئيس استعرض خلال الاجتماع الشراكة الجارية مع الأردن لتنمية الثروة الحيوانية، كيف ترى التوسع في مثل تلك الشراكات على الاقتصاد القومي؟ هو طبعا المطلوب ان احنا لما تكثر الشراكات بناخد مزايا متعددة من أي ميزة نسبية متوفرة عند الطرف الآخر. طبعا الإخوة الأردنيين عندهم ميزة في عملية سلالات المنتجة للحوم، هم بيعرفوا يستوردوها وبيجيبوها هنا، فده بالنسبة لنا هيضيف ميزة نسبية في عملية السلالة المنتجة للحوم. هذه الشراكات طبعا بتوفر لنا ميزة نسبية إضافة إلى ما تقوم به الدولة لتنمية ثروتها الحيوانية برضو في إنتاج اللحوم، علشان يبقى عندنا برضو سلالات مميزة برضو في إنتاج اللحوم. لكن كل هذه الشراكات مطلوبة، مطلوبة من الأردن ومطلوبة من القطاع الخاص عندنا ومطلوبة من كافة الأطراف اللي ترغب في مد يد الشراكة لمصر. هل ممكن أن تحقق مثل هذه الشراكات أيضا قيمة مضافة لصغار المربيين أم ستعتمد فقط على المراكز الكبرى؟ لا يا فندم، هي بتاخد كل السلسلة، لأن الموضوع مفتوح وفخامة الريس مدي دعم شديد جدا لصغار المربين ومتوسط المربين من خلال مزايا نسبية تم منحها لصغار المربين، أنه هو بيتح لهم الإقراض الميسر اللي هي مبادرة البنك المركزي 5% متناقص، وده طبعا ما كانش متوفر قبل كده، وفي ظل الظروف العالمية وما تشهده من تضخم وما تشهده من أزمات اقتصادية، لازال فخامة الرئيس مصر على استمرار هذه المزايا ومنحها لصغار المربين. فالتنمية، أنا عندي صغار المربين ومتوسط المربين بيشكلوا 90% من القوة بتاعت الثروة الحيوانية، القوة بتاعت حائزي الثروة الحيوانية، فدول يعتبر عصب أساسي عندنا في تنمية الثروة الحيوانية، صغار المربين ومتوسط المربين. طب يا فندم، المدة الزمنية التي ستأخذها مثل هذه المراكز المتطورة إلى أن نحصل على ناتجها ويعم الجمهورية؟ والله احنا ماشيين، احنا عندنا خطه، وكل سنه بيبقى عندنا خطه تنفيذيه لهذا العام، لكن احنا عملنا 225، طورنا لحد الان 225 مركز، وعندي 46 مركز في حياه كريمه، ومراكز حياه كريمه منشاه ومعده على احدث تقنيات عالميه، وطبعا ده هيدي نقله نوعيه. انا حد حضرتك مثال، انا عندنا من نتائج التطوير مراكز تجميع الالبان، انا يعني مثلا على مثال، كان عندي مركز قبل التطوير كان بيجي له 5 يومي فقط، 5 طن البان يومي، كان عدد العمال اللي هم بيشتغلوا فيه 5 افراد، 5 افراد فقط. بعد التطوير بدأ يستقبل 50 ل60 طن ألبان يومية، وبدأ عدد العمالة اللي بتشتغل عنده 30. ده الـ30 ده اللي هو العمالة المباشرة، العمالة الغير مباشرة ما يزيد عن 1000 عامل غير مباشر. طب دخل هو في التصنيع نتيجة التطوير وحصل على شهادة الأيزو وشهادة الهصب، حاليا بينتج في العام 800 طن جبنه رومي و800 طن جبنه بيضة، ده كل ده نتيجه التطوير. احنا ماشيين بصراحه بخطى جاده بدعم من الدوله وبدعم فخامه الرئيس، وكل ده هينعكس بالايجاب، لكن بالتوازي، علشان برضو نكون محقين ومنصفين في هذا الموضوع، بالتوازي مع توفر سلالات عاليه الإنتاجية، لأن ده مصادر مراكز تجميع الألبان الوقود بتاعها هي الألبان المنتجة من سلالات عالية الإنتاجية. طيب، وإحنا ماشيين فيه بجدية. ده هيخلينا أيضا نتساءل عن هل هناك صناعات تكميلية مع هذه المراكز أو ناتجة عن هذه المراكز، وفرص التصدير أيضا؟ طبعا هو المركز يعتبر هو الحلقة اللي في المنتصف بين الانتاج ونهايه المنتج،
بداية الإنتاج عندي من المربي اللي هي الحيوان المنتج لللبن، وبعدين اللبن ده بيروح لمركز المطور، بعد كده المركز المطور بيودي للمصنع. دي السلسلة. ولا يقبل اللي هي احنا حسب النظام يعني المتبع، المراكز المطورة بتودي الألبان بتاعتها لمصانع مطورة، وطالما هو حصل على شهادة الجودة أو شهادة الأيزو وودى للمصنع، المصنع برضه بيصنع وبيزيد فرص التصدير بتاعته، لأن المصنع لازم يكون حاصل على شهادة الجودة. نعم دكتور عبد الرشيد غانم، منسق مكون الألبان بوزارة الزراعة، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.